قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا. نعم. واحدة واحدة معانا مولانا. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ إي والله. مش معقول. كيف؟ كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه. الله. ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب، وإذا ضرب لا يزيد عن 10، وإذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يفقأ عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى، بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة، هي تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى تأديب. فكيف يؤدبها زوجها؟ بالوعظ: فإن لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران، فإن لم تنزجر بالضرب. وجعل شروطا للضرب: لا تضرب الوجه، ولا تقبح. وأنت تضرب لا تقبح، لا تسب ولا تشتم، يا ابنة كذا، أنت كذا، لا، ممنوع هذا في طيب الإسلام. يا مولانا يضربها بإيه؟ يضربها نعم بعصا. صحيح. بإيه؟ قالوا: إن ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك أثرا. يضربها بعصا قصيرة، وإذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على أماكن الرأس التي تؤذي، بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب. كل هذا اختيار، اختيار لإجراء العقوبة.